مرحبا بكم أطفال في هذه اللعبة الجديدة التي سوف نلعب فيها لعبة الحافلة، حافلة المدرسة، وسوف نحاول أن ننقل أطفال المدرسة إلى مدارسهم في الوقت المناسب. إذن هذه هي الحافلة الصفراء. الآن نحن في مهمة أخذ الأطفال إلى المدرسة. إذن تابعوا معنا، قد وصلنا إلى المكان المناسب. الأطفال ينتظروننا هنا. هاتي فتاة وهذا ولد، يعني اثنان دخلوا إلى الحافلة. ركبوا معنا الحافلة. سوف نلف هنا على اليسار ثم نذهب مباشرة، ويجب على سائق الحافلة أن يتوخى الحذر. إذن لاحظوا معنا هنا، نذهب هنا ثم على اليسار، وهاتي هي المدرسة. إذن وصلنا ببطء. توقف هنا لكي يخرج الأطفال. قد وصلنا. شكرا لكم، ولا تنسوا مشاهدة الحلقة الثانية. إلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.